فكري كويس قبل ما تقولي كلام زي ده. هتعمل ايه يعني؟ همنعك تيجي هنا خالص. يا سلام، ما تقدرش. انا من حق امنعك لما تتصرفي غلط. انا ما بتصرفش غلط وهلعب. لا. طب المره دي وبس. لا، يعني لا. مش لازم تزعلي مني لاني غلطانة. انا اللي غلطانة؟ ايوه. انا مش قلت 100 مرة ما تلبسيش فساتين بالشكل ده وانت بتلعبي؟ تقوم تعمل كده قدام كل اصحابي؟ وعشان اعجب اصحابي، عايزاني اشوفك قدام الناس عريانة وما تضايقش. انا مش عريانة. كل ده ومش عريانة؟ يا محمد احنا مش قادرين نتفق. انا بحبك يا عديلة، عشان كده انا بغير عليك. كلام. وغير كده انت خطبتي. كلام. كلام؟ والدبلة اللي في صباعك برضه كلام. أنا عارف أنت ليه بتقولي كده. أنا ماليش ذنب في تأخير جوازنا. أنا كلمت منصور أفندي كتير. بابا قلت لك كم مرة تسيبك منه؟ أمال أكلم مين؟ ماما. أوه تعبت. قولي لي أعمل معاها إيه أكتر من اللي عملته؟ خلي مامتك توافق على طلباتها. طيب يا ستي، أنا مستعد أنفذ طلبات أمك بس بشرط. إيه هو؟ نتجوز بسرعة يوم الخميس الجاي. إشمعنى يعني؟ عشان الست والدتك ما تطلع لناش بحاجة جديدة. طمت فيك يا محمد لما تبقى جد. ترجمة